كيف تنظر إلى السيناريو الأقرب للحدوث من هذه السيناريوهات؟ أنا أعتقد طبعا أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يعني يظل لفترة ليست بالقصيرة في قطاع غزة. يعني البعض حينما نتحدث عن انسحاب فوري، هذا أيضا ضد طبيعة الأشياء بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل دخلت إلى القطاع للقضاء على المقاومة. طبعا فكرة القضاء على المقاومة هذه فكرة خيالية بالنسبة إسرائيل. حتى لو انتصرت حماس في الداخل، سوف تظل أيضا المقاومة موجودة بشكل ما أو بآخر، وسوف يظل قادة حماس في الخارج هم الجناح السياسي للمقاومة. لكن الأقرب، كان هناك جناحين داخل الحكومة الإسرائيلية يتحدثون عن السلطة الفلسطينية، وهو الاحتمال الأكبر. البعض يعني تحدث عن إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهذا ما رفضه محمود عباس بشكل قاطع، وأيضا رفضوا بنيامين نتنياهو الذي وصف السلطة الفلسطينية بأنها سلطة ضعيفة. يعني التقرير تحدث عن أن السلطة الفلسطينية هي السلطة لا تقل سوءا عن حماس، لكن لا، هذا لم يحدث من قبل نتنياهو. نتنياهو وصف بأن السلطة الفلسطينية سلطة ضعيفة لن تستطيع أن تحكم القطاع، وهذا يعني وأرجع هذا أيضا إلى عام 2007 حينما كانت السلطة موجودة واستطاعت حماس أن تخرجها من الحكم. السيناريو الأقرب أعتقد طبعا أن إسرائيل سوف تسعى حثيثا لإيجاد شريك معها في إدارة السلطة الفلسطينية، ولو بشكل ما أو بآخر بشكل قوات متعددة الجنسيات، وهذا ما سوف تروجه الولايات المتحدة وتحاول أن تشرك فيه مصر. طبعا مصر بترفض بشكل أيضا قطعي العودة إلى إدارة القطاع، لكن يمكن الحديث عن قوات، يعني قد تكون قوات متعددة الجنسيات من بينها قوات دول عربية تستطيع أن يعني تكون لحفظ على الأقل لحفظ السلام. هذا قد يكون سيناريو سوف تظل إسرائيل تروجه كثيرا يعني طويلا، ولكن لن يتحقق بشكل فوري بالنسبة للقطاع. أعتقد طبعا الرابح هو من شقين. حماس قد ربحت بشك يعني من حيث أنها استطاعت أن تفرض إرادتها وتبرم هذه الصفقة بعدما كان بنيامين نتنياهو من فقط منذ 4 أيام يتحدث أنه لا توجد صفقة، وبالتالي هو كان يريد أن يحرر أو يحرر أسراه دون أن يكون أن يدخل في صفقة، لأن هذا سوف يمثل جزئيا انتصارا لحماس. لكن من ناحية الكم، أنا أعتبر أن يعني ما 1 إلى 3 هو ثمن قليل جدا بالنسبة لصفقات مقارنة بصفقات سابقة. يعني لو تحدثنا عن صفقات عام 2011 و2009 و1983 و85، طبعا يعني البعض هذا كان له مبرر، لأن من أفرج عنهم في هذه الصفقات كانوا عسكريين، وطبعا نحن في بداية الصفقة نحن نتحدث عن مدنيين، يمكن أن نتحدث عن 1 لـ3. قد يكون هذا في رأي حماس ثمن مقبول إذا كان هناك لديها عسكريين كثر تستطيع بالفعل أن يعني تراهن على أن يكون هناك. يعني في عام 1983 كان هناك 6 جنود إسرائيليين لدى فتح أفرج عنهم مقابل 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وكان في عام 1985 كان هناك 3 جنود إسرائيليين لدى الحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أفرج عنهم مقابل 1155 أسير فلسطيني. في عام 2009 أفرج فقط مقابل فيديو يعني يوضح أن الجندي شديد على قيد الحياة أفرج عن 200 أسيرة فلسطينية، وفي عام 2011 أفرج عن 1000 أو قرابة 1100 أسير مقابل الجندي واحد. فبالتالي يعني من ناحية الكم أنا أعتبر أن هذا تفريط من يعني أعتبر أن هذا تفريط من حماس، لكن أنا أعتبره أيضا أنه ضربة لأحلام بنيامين نتنياهو الذي كان يراهن على تحرير الأسرى دون أن يكون هناك صفقة، وهذا سوف يؤثر. البعض بيرى أن هذا يعني بيدعم موقف نتنياهو، أنا أراه العكس، أنه بيؤثر على موقف نتنياهو السياسي، لأنه راهن في البداية وأوهم شعبه وأوهم
المستوطنين أنهم سوف يفرج عن الأسرى من خلال العمليات العسكرية التي بدأ فيها. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن الخاسر هي إسرائيل. نعم. في هذه الصفقة. وأيضا نعتبر أن يعني هذا الثمن هو ثمن قليل جدا بالنسبة لحماس في مقابل التخريب الذي حدث في القطاع. نعم. دكتور جمال، يعني في الصفقات السابقة التي تفضلت بالحديث عنها، من أفرج عنهم من قبل إسرائيل كثير منهم أعيد اعتقاله مرة أخرى، ولم تقدم هذه الصفقة الأخيرة أي ضمانات بعدم الاعتقال من سيفرج عنهم مرة ثانية، فكيف تضمن حماس أو كيف تضمن المقاومة الفلسطينية عموما عدم إعادة إسرائيل لاعتقال هؤلاء الأشخاص مرة أخرى؟ لا، أنا أزيدك من الشعر بيتا أيضا، أن قد يكون في مثل هذه الصفقة هدف آخر لدى إسرائيل ولدى نتنياهو، ليعرف من خلال استجواب الأسرى الذين أفرج عنهم من قبل حماس الأماكن التي كانوا يعني يختبئون بها، طبيعة هذه الأماكن، هل هي منازل أم هي مخابئ أم هي أنفاق، أو أيضا يعني وسائل أو أساليب إخفاء هؤلاء، كيفية استخدام الأساليب التي تتبعها حماس لإخفاء مثل هؤلاء. وأيضا يمكن أيضا أن يكون يعني في لحظات الإفراج عن هذه الأسرى تكون مثل تستخدم إسرائيل تقنيات حديثة عبر الأقمار الصناعية لتتبع يعني أماكن إخفاء هؤلاء، وبالتالي أنا أعتقد طبعا أن إسرائيل لن يعني تمرر عملية الإفراج، وبالتالي كان هناك الحديث عن التأجيل وعن الخلاف في آلية التنفيذ، هل هي عبر مصر أو عبر الصليب الأحمر أو كل هذه الأمور. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن إسرائيل لن تمرر مثل هذه الآليات دون أن تحاول يعني معرفة أسلوب حماس في إخفاء الأسرى أو في يعني يعني أماكن تخبئتهم أو الأماكن التي أخرجوا منها. نعم. بعد الإعلان عن الصفقة بوقت قليل تناثرت التصريحات المتبادلة بين الجانبين من قبل قادة الجيش في إسرائيل وعلى رأسهم يوآف جالانت، الذي قال أن الحرب ستعود بعد الهدنة وقد تستمر لشهرين، متواعدا حركة حماس. في المقابل أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام أيضا قال إنه إسرائيل لم ترى بعد يعني المقاومة الحقيقية والخسائر الحقيقية إذا أصر قادتها على أن يسيروا في طريقهم. فكيف تقيم هذه التصريحات في ذلك التوقيت؟ يعني أنا أقيمها في ضوء أن هذه الهدنة هي هدنة لا تعتبر شيئا يعني مذكورا بالنسبة للأهداف الإسرائيلية. نحن نتحدث عن 4 أيام، ثم بعد ذلك سوف يعاود الاستئناف القتال، حتى لو تم الإفراج عن جميع الأسرى، حتى لو تصورنا جدلا أنه أفرج عن جميع الأسرى الذين لدى حماس و6000 أو 7000 أسير الذين هم لدى في السجون الإسرائيلية، هل سوف يعني نجد إسرائيل توقف عدوانها على القطاع؟ إسرائيل ماضية في غيها ولديها تصور بأنها تستطيع أن تقضي على المقاومة، وبالتالي أيضا لديها أيضا هدف هو تيئيس الشعب الفلسطيني وجعله ينفض عن المقاومة، وألا يتخذ مستقبلا من المقاومة سبيلا لمواجهة الاحتلال أو المطالبة بحقوقه. وهذا ما نراه أيضا في استهداف المستشفيات والمدارس والأماكن وأماكن التجمعات المدنيين، سواء كانوا في الشمال، طبعا في الشمال يعني عاثوا في الأرض خرابا، وفي الجنوب المناطق التي كانت بتعتبر نوعا ما مناطق أو أعلنت إسرائيل أنها مناطق يعني ملاذ آمن سوف يستطيع أهالي الشمال اللجوء إليه، ثم نجدها تستهدف محيط المستشفيات والمدارس وغيرها من الأماكن السكنية والمخيمات في الجنوب. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هذه الهدنة لا تعني شيئا بالنسبة لإسرائيل. هذه الساعات التي تسبق تطبيق الهدنة تشهد كما نشاهد على الشاشة ونتابع تصعيدا وعنفا شديدا على القطاع، يعني برأيك ما الذي تستهدفه حكومة الحرب الإسرائيلية من هذه العمليات قبل بدء الهدنة؟
هو مزيد من الضغط على حماس، لأن طبعا هناك إعلان أو تصريحات من إسرائيل بأنها سوف تسمح بمزيد بمد هذه الهدنة إلى يوم آخر مقابل الإفراج عن 10 رهائن آخرين. كل يوم سوف يفرج فيه عن 10 رهائن، سوف تقوم إسرائيل بمد الهدنة ليوم آخر. وبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هذا وسيلة من وسائل الابتزاز والضغط على حماس من أجل الإفراج على مزيد من الرهائن، حتى لا يتبقى لدى حماس إلا قليل من الرهائن تستطيع إسرائيل أو تتوهم إسرائيل أنها تستطيع أن تفرج عنهم من خلال عمليات عسكرية أو أعمال عسكرية.